كرات التمر باللوز، كيلو معجون التمر، كوب جوز، كوب لوز شرحات، ملعقتين عسل وملعقة قرفة. عندي معجون التمر حبايبنا، هيو شايف شفت عينك يا سمير. معجون تمر مرتب، وطبعا فيش بيت خلي سمير فيش بيت برمضان فوش معجون تمر او تمر. طيب خليني بس اضيف عليه استني خيتي استني، بنضيف عليه القرفه، بنضيف عليه الجوز، بنضيف عليه شوي من السكر، وبدي اعجنهم. شو قاعدين بنسوي الان يا ايوه عشان. بعد ما خلطنا التمر حبايبنا بالجوز والقرفه، رايحين نضيف شوي من العسل، بنجيب الحبه على الخفيف هيك بس شويه عسل صغيره، وبعديها بننزلها على هاللوز وبنقول 1-2 هيك طلع محلاها، وبنخليها على جنب هون. شوف محلاها الحبه هي هون، شوفوها هذه حلو كثير مرتب وبسيط، عسل ومن ثم مع اللوز